وعلى هامش مشاركة مملكة البحرين في فعاليات معرض ستسكيب العالمي 2024 المقام في الرياض، أعلنت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير رئيس لجنة استثمار الأراضي الحكومية وكيل البحوث والمشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء، أعلنت طرح 3 فرص استثمارية جديدة في منصة استثمار الأراضي الحكومية. وأكدت جمشير أن طرح مثل هذه الفرص الاستثمارية يصب في خدمة الجهود المبذولة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية وبما يدعم تنفيذ المشاريع التي تلبي التطلعات المنشودة، موضحة بأن الفرص الاستثمارية المطروحة سيتم تخصيصها لأرض استثمارية في الجرين بالمحافظة الجنوبية لغرض إنشاء مركز للبيانات، مشيرة إلى أنه تم طرح فرصة استثمارية ثانية لأرض في الزلاج بالمحافظة الجنوبية لغرض إنشاء مركز للبيانات، وفرصة استثمارية ثالثة لأرض في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمحافظة المحرق لغرض إنشاء مركز صحي.